الحقيقة لما استحكمت إجراءات المفوضية عن التلاعب في محطات الاقتراع ومراكز الاقتراع، بدأ المشاركين يتجهون في اتجاهين. الاتجاه الأول التلاعب وتشويه سمعة البطاقة البيومترية الرصينة الحصينة، وهذه المفرتتين تليق بهذه البطاقة، لأن هذه البطاقة تحتوي على صورة وبصمة الناخب، ومن المستحيل استخدامها لغير الشخص نفسه مالك هذه البطاقة. وأنا أدعوك أخي العزيز أو من يمثل قناتك بالحضور في المحاكاة القادمة وتشاهد كيف تسير عملية الاقتراع من خلال هذه البطاقة. هذه مسألة. والمسألة الثانية، الآن أنت تلاحظ المال السياسي، المال اللي يستخدم الآن في شراء الأصوات من خلال هذه البطاقة، وهذا تأكيد على أنه إجراءات المفوضية راح تكون شديدة بيوم الاقتراع، وما ممكن التلاعب بأصوات الناخبين داخل المحطة. وبذلك رسالة من فني يعمل بالمفوضية لمدة 17 سنة إلى هؤلاء اللي الآن يغدقون بأموالهم، ما أعرف يعني من هو اللي اقترح عليهم هذا المقترح، وشلون قدروا أن يقتنعون بأن يشترون هذه البطاقات، وشنو الاستفادة من هذه البطاقات. البطاقة لا تعمل إلا فقط لمالكها لصاحبها. وبذلك أنه جمع البطاقات أو هذه الأعداد الكبيرة من البطاقات لا ينفع، ولحد الآن في الحقيقة إحنا لم يثبت لنا ذلك، ما عدا ما قبل فترة في الحقيقة أن هنالك عصابة تم إلقاء القبض عليها، وأعلن المكتب الإعلامي لدولة رئيس الوزراء أنه كانت هنالك بطاقات لديهم، بطاقات بايومترية. طبعا للأسف الشديد عاتبنا على الإعلام بعض القنوات الإعلامية أنه لما أظهرت هذا الخبر ربطته بفيلم وثائقي يحتوي على أجهزة لمواد الاقتراع اللي هي أجهزة تسريع النتائج وأجهزة التحقق اللي راح نستخدمها بيوم الاقتراع، أظهرت هذا الفيلم مع هذه الحادثة أو مع هذا الخبر، في حين أن الفيلم هذا ليس له علاقة بهذه الحادثة، وإنما هذا تصوير في أحد مخازن المفوضية استعدادا لعملية المحاكاة. أما بالنسبة للأشخاص اللي تم إلقاء القبض على أساس أنه ذولا عندهم تلاعب في برمجيات بهكر أنه داخل هذه الأجهزة، وهذه قضية الهكر في الحقيقة قضية ما لها وجود. حتى في الانتخابات السابقة طلبت الشركة الكورية من معدي تقرير لمجلس الوزراء اللجنة التحقيقية بأن تسلمهم هكر ولو لمحطة واحدة من مجموع 52 ألف محطة، لم يتم ذلك. وعندما انتدب القضاء، وهذه الرواية دائما أذكرها لأن حتى تأكد هذا الموضوع، عندما انتدب القضاء في الانتخابات 2018 تم إعادة عد وفرز يدوي لكل المحطات، نتائج العد والفرز اليدوي كانت مطابقة للإلكتروني. وبذلك نصيحة يعني أنه قضية استخدام البطاقة البايومترية بشخص غير الشخص اللي هو تعود إلى البطاقة ما ممكن، لأن هذه البطاقة تحوي على بصمات داخل السيم كارت اللي بداخل البطاقة، وتوجد بصمات داخل جهاز المحطة، ويتم تطبيقها مع بصمة الشخص المعني، وبذلك مستحيل أنه تتجاوز الجهاز إذا لم تكن البطاقة البصمة هي لصاحب البطاقة. هاي مسألة. لربما تسألني تقول لي نعم، هنالك شراء لبطاقات إلكترونية ممكن استخدامها؟ نعم نعم، المفوضية عندها شوية إحراج، لأن القانون ألزمها باستخدام هذه البطاقة، والإحراج يجي منين؟ أنه البطاقة هذه لا تحتوي على صورة ولا على بصمة. وبذلك مقابل هذا الإحراج، حتى يكون اطمئنان ورسالة اطمئنان للناخب وللكيان السياسي وللمرشح، بأن وضعت إجراءات شديدة في استخدام هذه البطاقة، وهذه البطاقة تمثل ربع البطاقات اللي مستخدمة بالنسبة للبايومترية.